إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستأنف ما وصلنا إليه من كتاب حجة القراءات لابن زنجلة رحمه الله، وقد وصلنا إلى فواتح سورة الزخرف. تفضل. أسعد الله فضلكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه سورة الزخرف، قال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال رحمه الله: قرأ نافع وحمزة والكسائي إن كنتم قوما مسرفين بكسر الألف، وقرأ الباقون بالفتح. المعنى: أفنضرب عنكم الذكر أن كنتم، فكأنهم ذهبوا إلى أنه فعل قد مضى، كقول القائل: أحبك أن جئتني، بمعنى أحبك إذ كنت قد جئتني. نعم، إما أن تكون على الكسر شرطية، أو تكون على الفتح على أنها على العلة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا لأن كنتم قوما مسرفين. نعم، على العلة، لأنكم كنتم قوما مسرفين. أحسن الله إليكم. مفعول مطلق. نعم، صفحا مفعول مطلق. نعم، على أحد الأعاريب مفعول مطلق كما سيأتي، يقول من باب صنع الله، أو يكون مفعولا لأجله. أفنعزل عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة إعراضا عنكم، صفحا إعراضا يعني. ومنه الصفح الذي هو قريب من العفو والمغفرة، فالصفح الإعراض عن الذنب وعدم المؤاخذة عليه، كأنه الذي يصفح عن أخيه مثلا يعرض عن ذنبه، كأنه يعطيه صفحته ولا يلتفت يعني، أو لا يؤاخذه بذنبه، هو من الصفح من هذا المعنى. فإما تكون مفعول مطلق كما ذكر الشيخ هنا، أو تكون مفعول لأجله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما صفحا فانتصابه من باب صنع الله، لأن يعني مفعول مطلق. نعم، أحسن الله إليكم. لأن قوله أفنضرب عنكم الذكر يدل على أن نصفح عنكم صفحا، وكأن قولهم صفحت عنه أي أعرضت عنه، والأصل في ذلك أنك توليه صفحة عنقك. أيوة، هذا هو المعنى من هذا، توليه صفحة عنقك يعني لا تؤاخذه، تصفح عنه. نعم، أحسن الله إليك. تعرض عن ذنبه، فكأنك تعطيه صفحة عنقك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المعنى: أفنضرب عنكم ذكر الانتقام منكم والعقوبة لكم لأن كنتم قوما مسرفين. وهذا يقرب من قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الزجاج: أفنضرب عنكم ذكر العذاب والعقوبة لأن كنتم قوما مسرفين. وقيل: الذكر هاهنا العذاب، ومن كسرها فعلى معنى الاستقبال على معنى إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر. المراد والله أعلم من الكلام استقبال فعلهم، فأراد جل وعز تعريفهم أنهم غير متروكين، أنهم غير متروكين من الإنذار والإعذار إليهم. قال الفراء: ومثله شنآن قوم أن صدوكم وإن صدوكم. نعم، قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. شنآن قوم لأن صدوكم، أو شنآن قوم إن صدوكم، على كلا التفسيرين أو التخريجين في القراءة التي معنا. أحسن الله إليكم. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. قال رحمه الله: قرأ عاصم وحمزة والكسائي مهدا بغير ألف، وقرأ الباقون مهادا، وحجتهم قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، وقد ذكرت الحجة وقد ذكرت الحجة في سورة طه. قال تعالى: فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. قال رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي وابن عامر كذلك تخرجون بفتح التاء، وحجتهم إجماع الجميع على فتح التاء في قوله تعالى: من الأرض إذا أنتم تخرجون. قالوا:
ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، نعم، إذا أنتم تخرجون. قالوا فكان رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أو لا. هذه القاعدة كما قلنا كثيرا ما يرددها، رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه، يعني تأتي قراءة بوجه ونظائرها في المواطن الأخرى على وجه واحد، فيرد فيقرأ هذا الموطن المختلف فيه على ما أجمع عليه في المواطن الأخرى. هذا كثيرا ما يردده ابن زنجلة هنا في حجته، وهو من القواعد، من قواعد التوجيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقرأ الباقون تخرجون على ما لم يسمى فاعله، يقول تبعثون من القبور، وحجتهم قوله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله ومنها نخرجكم. نعم، والجمع من أخرج خرج، فيمكن ننسب الإخراج إلى الله لأنه بأمره وبإذنه، وإلى المقبورين الموتى، ومن أخرجه الله خرج، هذا تقدم نظيره كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال رحمه الله قرأ حمزة والكسائي وحفص أو من ينشأ في الحلية بالتشديد على ما لم يسمى فاعله، وقرأ الباقون ينشأ بفتح الياء والتخفيف. من قرأ بالتشديد جعله في موضع مفعول، لأن الله تعالى قال إن أنشأناهن إنشاء، وأنشأت ونشأت بمعنى ربيت، تقول نشأ فلان ونشأه غيره، تقول العرب نشأ فلان ولده في النعيم، أي نبته فيه. فقوله أو من ينشأ أي يربى. والأكثر من الأفعال التي لا تتعدى إذا أريد تعديها أي ينقل بالهمزة وبتضعيف العين. نعم، يعني تعدى اللازم إما بالتضعيف كما هنا أو بالهمز، ومن الهمز عند طائفة من أهل العلم نزل وأنزل. نعم، نزل ونزل وأنزل، فنزل يجعلها بعضهم ليست للتكثير مرة بعد مرة، إنما لأن الفعل في أصله لازم، الفعل في أصله فعل لازم فيعدى بالتضعيف. نزل، نزل الله القرآن، والأصل نزل القرآن، فيجعل هذا من باب التعدية لا من باب التكثير. نعم، أحسن الله إليكم. تقول فرح فلان، فرح أحسن الله إليكم، فرح فلان وفرحته وأفرحته، تقول نشأت السحابة وأنشأها الله. ومن قرأ بالتخفيف فإنه جعل الفعل لهم، لأن الله أنشأهم فنشأوا، والقراءتان تتداخلان كقوله يدخلون ويدخلون، لأنه إذا أنشئ في الحلية نشأ فيها، ومعلوم أنه لا ينشأ فيها حتى ينشأ. مثله يرجعون. أحسن الله إليكم. تخرجون مثلها. نعم، قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال رحمه الله قرأ نافع وابن عامر وابن كثير وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن بالنون، وحجتهم قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وقرأ الباقون عباد الرحمن جمع عبد، وحجتهم قوله تعالى بل عباد مكرمون، فقد جاء التنزيل بالأمرين جميعا، وفي قوله عند الرحمن دلالة على رفع المنزلة والتقريب، كما قال ولا الملائكة المقربون، وليس من قرب المسافة، وفي قوله تعالى عباد الرحمن دلالة على تكذيبهم في أنهم إناث، كما قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. قرأ نافع أشهدوا بضم الألف المسهلة مع فتح الهمزة، أي أحضروا خلقهم، كما تقول أشهدتك مكان كذا وكذا، أي تكون من الشهود، هذا من الشهود. أشهدوا
يعني من الشهود وهو الحضور، بخلاف الشهيد تكون من الشهادة. قد تقدم معنا قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، هل هي من الشهادة أو من الشهود؟ بعضهم يقول حذف المعمول هنا حتى تعم الأمرين، فلا يشهدون بالكذب ولا يحضرون أماكن الزور كأعياد المشركين والغناء واللهو، فلا يشهدون هذه الأماكن ولا يشهدون بالشهادة الكاذبة وهي شهادة الزور، واحتملت الأمرين. نعم، أحسن الله إليكم. قال أي أحضرتك، وحجته قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، والأصل أشهد بهمزتين، الأولى همزة الاستفهام بمعنى الإنكار، والثانية همزة التعدية، ثم خففت الهمزة الثانية من غير أن تدخل بينها ألفا بينهما ألفا. وروى المسيبي عن نافع أشهد بالمد أدخل بينهما ألفا، وروى الحلواني عن نافع أشهد على ما لم يسمى فاعله، قال الفراء أشهد بغير الهمز يريد الاستفهام والهمز، وقرأ الباقون أشهد بفتح الألف والشين وجعلوا الفعل لهم أي. نعم، إذن كلا القراءتين استدراك، كلا القراءتين من الحضور، إما أشهد أو أشهد، مثل ما تقدم ينشأ وينشأ، شهد من نفسه أو أشهده غيره بمعنى أحضره. إذن نستدرك على هذا كلا القراءتين من باب الشهود وهو الحضور، هذا هو المعنى، وليست هنا الشهادة ولا معنى للشهادة هنا، إما أشهد أحضر أو شهد حضرهم من أنفسهم. نعم، أحسن الله إليكم. وقرأ الباقون أشاهدوا فتح الألف والشين جعلوا الفعل لهم أي أحضروا خلقهم حين خلقوا، وحجتهم قوله تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون حاضرون. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قال رحمه الله قرأ ابن عامر وحفص قال أولو جئتكم على الخبر، وفاعل قال النذير المعنى، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة، فقال لهم النذير أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. وقرأ الباقون قل بالأمر أي قل يا محمد. قال تعالى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ولبيوتهم أبوابا وسررا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. قال رحمه الله قرأ ابن كثير وأبو عمرو لبيوتهم سقفا بفتح السين وسكون القاف على التوحيد، وقرأ الباقون سقفا بضم السين والقاف على الجمع، تقول سقف وسقف مثل رهن ورهن. وقال الفراء إن شئت جعلته جمعا لسقيف، يقال سقيف وسقف مثل رغيف ورغف. وحجتهم قوله تعالى ولبيوتهم أبوابا وسررا ولم يقل بابا وسريرا، فدل على أن آخر الكلام منظوم على لفظ أوله. ومن قرأ سقفا فهو واحد يدل على أن المعنى جعلنا لبيت كل واحد منهم سقفا، سقفا من فضة، ويجوز أن يوحد السقف لتوحيد لفظ من، فيكون المعنى جعلنا لكل من يكفر بالرحمن سقفا من فضة. وقرأ عاصم وحمزة وإن كل ذلك لما بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف، فمن شدد كانت إن بمعنى ما النافية كالتي في قوله تعالى إن الكافرون إلا في غرور، ولما بمعنى إلا المعنى ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا. ومن خفف جعل ما صلة المعنى وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، صلة يعني زائدة. أحسن، إن هذا هو المرادف لكلمة زائدة، يستحسنون التعبير بصلة عن قولهم إنه زائد. أحسن الله إليكم. قال وإن الخفيفة هي الثقيلة
ولم تعمل إن عمل الفعل لما خففتها لزوال شبهتها بالفعل من شبهها الأحسن لزوال شبهها بالفعل من أجل التخفيف ولو نصبت بها ولو نصبت بها لجاد في القياس. تقدم في آية الهود نظير هذه الآية وإن كلا لما وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم على القراءات الكثيرة في الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال رحمه الله: قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر حتى إذا جاءنا على اثنين يعني الكافر وقرينه من الشياطين. وحجتهم قوله تعالى: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يعني بعد مشرق الصيف ومشرق الشتاء. وقرأ الباقون: جاءنا واحدا وحده أفرد بالخطاب في الدنيا وأقيمت عليه الحجة بإنفاذ الرسول إليه فاجتزئ بالواحد عن الاثنين كما قال لينبذن في الحطمة والمراد لينبذن هو وماله. وحجتهم قوله تعالى قبلها: ومن يعش عن ذكر الرحمن الآية. نعم. وأيضا أن في قراءة الإفراد حتى إذا جاءنا لأن الخطاب أو المقصود به الكافر، المقصود بتصوير حالي الكافر وليس حال القرين من الشيطان، فأفرده هنا لأنه هو المقصود بالأمر أليس كذلك؟ حتى إذا جاءنا ذلك الكافر، لما كان الكافر هو المقصود حسن إفراده. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الساحر. قال رحمه الله: قرأ ابن عامر يا أيها الساحر بضم الهاء اتباعا للمصحف. وقرأ الباقون يا أيها بفتح الهاء وقد ذكرت في سورة النور أو وقد ذكرت في سورة النور. قال تعالى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. قال رحمه الله: قرأ حفص أسورة من ذهب بغير ألف جمع سوار وأسورة كما جمع سوار وأسورة كما تقول سقاء وأسقية ورداء وأردية. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. وقرأ الباقون أساورة جمع إسوار كذا قال أبو زيد. وقال الزجاج: ويصلح أن يكون جمع الجمع أن يكون جمع الجمع نقول أسورة وأساورة كما تقول أقوال وأقاويل. نعم. من أبو زيد شيخنا الذي ذكره؟ أبو زيد الأنصاري. أحسن الله إليك. أحد أئمة اللغة الأنصاري. قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي فجعلناهم سلفا بضم السين واللام جمع سلف مثل أسد وأسد ووثن ووثن ومما لحقته تاء التأنيث من هذا خشبة وخشب وبدنة وبدن. وجاز أيضا أن تجعله جمعا لسليف والسليف المتقدم. قال الكسائي: بدن ولا بدن؟ بدن ولا بدن؟ كلاهما يأتي بدن وبدن. نعم. أحسن الله إليك. قال الكسائي: سلفا جمع السليف مثل ذلك في القراءة في المتواتر والبدنة. نعم. وكأن وبدنة مثل خشبة تجمع على خشب وخشب وكأن الإسكان للتخفيف يعني. نعم. توالي ضمتين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الكسائي: سلفا جمع السليف مثل السبيل والسبل والتبيل والتبل. والعرب تقول: مضى منا سلف وسالف وسليف وهو المتقدم. وعن طلحة ابن مصرف أنه قال: السلف بالفتح في الخير والسلف بالضم في الشر. نعم. إذن قراءة الضمتين سلفا محصلة كلام المؤلف هنا أنها
على ثلاثة توجيهات: جمع سليف كرغيف ورغف، جمع سليف كرغيف ورغف، جمع سالف كصابر وصبر، والثالث جمع سلف كأسد وأسد. إذن سليف جمع سليف، رغيف رغف، جمع سالف صابر وصبر، جمع سلف كأسد وأسد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقرأ الباقون سلفا بفتح السين واللام بلفظ الواحد والمعنى جماعة، كما يقال هم لنا سلف، وكذلك يقال في الأنثى والذكر والواحد والجمع، والقراءتان متقاربتان في المعنى، وذلك أن السلف جمع سالف والسلف جمع سليف بمنزلة عليم وعالم، والعرب تقول هؤلاء سلفنا وهم السلف. وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للصبي الميت: اللهم ألحقه بالسلف الصالح. ومنه قول الناس: فلان يحب السلف ويشتم السلف. ويجوز أن يكون جمعا مثل خادم وخدم، وتابع وتبع، وسالف وسلف، والمعنى جعلناهم سلفا متقدمين ليتعظ بهم. منه قول الناس: فلان يحب السلف ويشتم السلف. طب لو توقف على الأولى جيدة، لماذا يحب ويشتم؟ لو اكتفى بقوله فلان يحب السلف كفى دليلا، ويشتم السلف ربما يتكلم عن طائفتين يعني مختلفتين. طيب ما الداعي للتمثيل للطائفة الثانية؟ يعني المعنى يؤدى لو قال: قول الناس فلان يحب السلف متقدمين يعني، ويشتم السلف، تمثيل لأي شيء. قصدي أنه المعنى يؤدى بالجملة الأولى. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى: إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو. قال رحمه الله: قرأ نافع وابن عامر والكسائي: إذا قومك منه يصدون بضم الصاد، وقرأ الباقون: يصدون بالكسر أي يضجون. كذا قال ابن عباس. واحتج بعض الناس بصحة الكسر وأنه بمعنى الضجيج بصحبة منه للفعل. قال: ولو كان بمعنى الصدود كان الأفصح أن يصحب الفعل عنه لا منه، لأن المستعمل من الكلام صد عنه لا صد منه، فلما كان الكلام منه يصدون دل على أنه عن الصدود بمعزل، وأنه بمعنى الضجيج. ولو كان من الصدود لكانت إذا قومك منه يصدون أو منه يصدون عنك عنه، إذا قومك عنه يصدون أو منه يصدون عنك. وحجة من يضم ذكرها الكسائي، قال: هما لغتان لا تختلفان في المعنى، والعرب تقول يصد عني ويصد عني. نعم، إذن هي من الضجيج وليست من الصدود، ليست من الصدود الذي جاء في آيات كثيرة في غير هذا السياق، وصحح غير واحد أنهما لغتان والمعنى لا يختلف بمعنى واحد، مثل عكف يعكف ويعكف والمعنى واحد. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون ويعكفون والمعنى لا يختلف، كذلك هنا وليست من الصدود وإنما المعنى يضجون. نعم، لأنهم أرادوا أن يشغبوا على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. أحسن الله إليه. لما نزلت بعضهم يجعل هذا متعلقا بقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقالوا أن النصارى تزعم بأن المسيح معبودهم، فآلهتنا خير أم هو، يعني كأنهم أرادوا أن يحتجوا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الأصنام وعابديها في النار، احتجوا أو أرادوا أن يضجوا ويشغبوا على هذا بما كان من النصارى في شأن عيسى عليه السلام. فهي من الضجيج وليست من الصدود. وذكر هنا
ما ذكره الكسائي ذكره غير واحد كذلك مثل السمين ومثل أبي حيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحجة من يضم ذكرها الكسائي رحمه الله، قال: هما لغتان لا تختلفان في المعنى، والعرب تقول يصد عني ويصد عني مثل يشد ويشد. قال الزجاج: المعنى معنى المضمومة يعرضون. وقال أبو عبيدة: مجازها يعدلون. ويعرضون هو مؤدى احتجاجهم بهذا، يضجون ويشغبون، ويعني كأنهم يعارضون قول النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من النصارى مع عيسى. إذا كنت تقول عليه الصلاة والسلام أن الأصنام مع من يعبدها في جهنم، فالنصارى كانت تعبد وتدعي ألوهية المسيح عليه السلام، أرادوا أن يعني يعارضوا ويشغبوا على هذا بهذا الأمر، فإعراضهم هو محصلة ولازم ما ذكره الله عز وجل عنهم بقوله هنا يصدون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وقالوا: آلهتنا بهمزة واحدة مطولة. ها هنا ثلاث ألفات: الأولى ألف التوبيخ في لفظ الاستفهام، والثانية ألف الجمع، والثالثة أصلية، والأصل إله، ثم يجمع فيقال آلهة مثل حمار وأحمرة، والأصل أألهة، فصارت الهمزة الثانية مدة، ثم دخلت ألف الاستفهام فصار آلهتنا. وقرأ أهل الكوفة آلهتنا. أحسن عليكم. نعم، بخمزتين محققتين. وقرأ أهل الكوفة آلهتنا بهمزتين. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. قال رحمه الله: قرأ أهل المدينة والشام يا عبادي بالياء في الحالين، وأبو عمرو معهما في رواية ابن اليزيدي عن أبيه عنه، وفي رواية أبي عمر الدوري معهما في حال الوصل دون الوقف. وفتح الياء أبو بكر وحذفها أهل مكة والكوفة. الأصل أن تقول يا عبادي بفتح الياء، وإنما قلنا لأن الياء هو اسم، والاسم إذا كان على حرف واحد فأصله الحركة. تقول ضربتك، ويجوز أن تقول قويت الحرف الواحد، أو قويت الحرف الواحد بالحركة. والذي يلي هذا يا عبادي بسكون الياء، وإنما حذفت الحركة للتخفيف. ثم يلي هذا يا عبادي بغير ياء، لأن الكسرة تنوب عن الياء لأنه نداء. قال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال رحمه الله: قرأ نافع وابن عامر وحفص وفيها ما تشتهيه بإثبات الهاء بعد الياء. ما بمعنى الذي، وهو رفع بالابتداء، وتشتهي صلة ما، والهاء عائدة إلى ما، وهو مفعول تشتهي. وحجتهم قوله تعالى: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ولم يقل يتخبط. وقرأ الباقون بحذف الهاء على الاختصار. والأصل في هذا إثبات الهاء والحذف للتخفيف، وهو حسن. كما تقول: الذي ضربت زيد. وكان الأصل الذي ضربته، هذه تقدم لها نظير معنا في أي سورة؟ أيوة، تقدم نظيرها: تشتهيه الأنفس وتشتهي الأنفس. ياسين، أي موطن؟ لم يتسنى، ليس كذلك؟ تشتهيه هنا لا، ليست هاء سكت في قول أنها من سنها، ليست هاء سكت على كل الأقوال،
مر معنا قبل في سورة وما عملته أيديهم وما عملت أيديهم، هذه مثلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما تقول الذي ضربت زيد، وكان الأصل الذي ضربته زيد، فإن شئت أثبتت الهاء وهو الأصل، لأن الهاء هو اسم المفعول، وإن شئت حذفت ذلك. وحجتهم قوله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا، ولم يقل بعثه الله. قال نعم، قال لم يتسنى من لفظ، أي لم يأتي عليه السنون، فالهاء لام الفعل. وحجتهم أن العرب تقول سانهت مسانهة، في التصغير سنيها، فلهذا أثبتوا الهاء في الوصل لأنها لام الفعل من لفظ سنة لم يتغير بمر السين عليه. وقيل أنها من أن الهاء للسكت، لكن هناك قول بأن اللام هنا الهاء لام الكلمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قال رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي. هذه الآية من أشد الآيات إشكالا عند أهل التفسير، ولهم فيها أقوال كثيرة. إن قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولم أعرف ذلك، ولم أعرف ذلك، يعني أنا أول العابدين ولم أجد لله شريكا. لكن كيف يكون المعنى؟ هل هي شرط؟ ولم أرى لله شريكا، يعني نعم، يعني أن الشرط هنا معلقة لا محال، لا يستلزم أن يكون شرطا وقوع المشروط، ومثله كثير. لكن على كل حال المفسرون اختلفوا فيه اختلافا شديدا، ومن أشد من أتى بالآية مفصلة ورد على الزمخشري. الزمخشري يرى أنها شرطية، المفسر الشنقيطي، وأتى بكلام قوي جدا متعقبا فيه الزمخشري الذي اختار، مع أنه ليس وحده في هذا، هناك من قال بأنها شرطية من المفسرين، وتعقب قوله بكلام قوي جدا في أضواء البيان عند هذه الآية. واختار المفسر الشنقيطي أن إن هنا نافية، قل ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولا كل حال فيها أقوال، يرى أنها شرطية، لكن قالوا أن الشرط علق على محال، ولا يستلزم كونه شرطا، لا يستلزم وقوع المشروط، يعني على فرض وهو فرض محال فأنا أول من يعبده، أول العابدين لذلك. بعضهم يقول على أقوال في تفسير قوله فأنا أول العابدين، ومنهم من يجعلها نافية، وهو هذا القول بأنها نافية سائغ في اللغة وله نظائر في القرآن، إن هنا بمعنى نافية، ما كان للرحمن عز وجل ولد فأنا أول العابدين. الشنقيطي فسر أو أطال فيها الكلام كغيره من العلماء، وهذه الآية فيها كلام لهم كلام كثير. بعضهم يقول فأنا أول العابدين من عبد يعبد، عبد يعبد، فتكون فأنا أول الآنفين عن عبادته. أقوال كثيرة على كل حال، والقراءة هنا ليست في إنما في ولد، ولد وولد كما مر معنا في مريم، سورة مريم. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي: قل إن كان للرحمن ولد بضم الواو وسكون اللام، وقرأ الباقون بفتح الواو، وهما لغتان مثل البخل والبخل والحزن والحزن، كذا قال الفراء. وقال الزجاج: الولد واحد، والولد بالضم جمع، مثل أسد وأسد. قال تعالى: وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. قال رحمه الله: قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: وإليه يرجعون بالياء. وحجتهم أنه عقيب الخبر عنهم،
في قوله تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا، فأجروا الكلام على لفظ ما تقدمه إذ كان في سياقه ليأتلف على نظام واحد. وقرأ الباقون: وإليه ترجعون بالتاء على الخطاب، وحجتهم قوله تعالى قبلها: لقد جئناكم بالحق. قال تعالى: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال رحمه الله: قرأ عاصم وحمزة: وقيله يا رب بكسر اللام على معنى وعنده علم الساعة وعلم قيله. قوله يعني قيله بمعنى قوله، وعنده علم الساعة وعلم قيله. نعم، أحسن الله إليكم. وقرأ الباقون بالنصب. قال الأخفش: منصوب من وجهين، أحدهما على العطف على قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، وقيله أي ونسمع قيله، وعلى قوله وقال قيله. وقال الزجاج الذي أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وقيله، عطف وإن كان هناك بعد، عطف على الآيات التي قبلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال الزجاج الذي أختاره أنا أن يكون نصبا على معنى وعنده علم الساعة ويعلم قيله، فيكون المعنى أنه يعلم الغيب ويعلم قيله. نعم، تكون مفعول به، تكون مفعولا به. أحسن الله إليكم. قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قال رحمه الله: قرأ نافع وابن عامر: فسوف تعلمون بالتاء على الخطاب. وقرأ الباقون بالياء إخبارا عن غائبين، وحجتهم قوله تعالى: فاصفح عنهم، سورة الدخان. قال الله تعالى: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض. قال رحمه الله: قرأ عاصم وحمزة والكسائي: رب السماوات بالخفض على الصفة على قوله: رحمة من ربك رب السماوات. وقرأ الباقون: رب بالرفع على النعت لقوله: إنه هو السميع العليم رب السماوات. وإن شئت على الاستئناف وعلى معنى هو رب السماوات، وعلى معنى هو رب السماوات. ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره الجملة التي عاد الذكر منها إليه، وهو قوله: لا إله إلا هو. ويقويه قوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. قال رحمه الله: قرأ ابن كثير وحفص رب السماوات بالخفض على الصفة على قوله: من ربك رب السماوات. أما الرفع أما الاستئناف هو رب السماوات، أو يكون على الصفة: إنه هو السميع العليم رب السماوات. وجهان في قراءة الرفع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قرأ ابن كثير وحفص: يغلي في البطون بالياء رد على المهل والطعام. وقرأ الباخون: تغلي بالتاء رد على شجرة. ومثله: أمنة النعاس يغشى طائفة وتغشى، فالتذكير للنعاس والتأنيث للأمنة. قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم إن المتقين في مقام أمين. قال رحمه الله: قرأ الكسائي: ذق أنك بالفتح بمعنى ذق، لأنك أنت العزيز الكريم عند نفسك في دعواك، فأما عندنا فلست عزيزا ولا كريما. وقرأ الباقون: إنك بالكسر على الابتداء على العلة ذق لأنك. نعم، أحسن الله إليكم. وقرأ الباقون: إنك بالكسر على الابتداء على جهة الحكاية، وذلك أن أبا جهل كان يقول: ما بالوادي أعز مني ولا أكرم. فالمعنى: إنك أنت العزيز الكريم في زعمك وفيما تقوله. ومثل هذا قوله تعالى: أين شركائي، فليس لله شريك ولكن على زعمهم. قرأ نافع وابن عامر: إن المتقين في مقام أمين بضم الميم، أي في إقامة، وهي مصدر أقام يقيم إقامة ومقاما. وقرأ الباقون: في مقام بالفتح، أي في مكان ومنزل، وصفه بالأمن يقوي أنه يراد به المكان.
سورة الجاثية. قال تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. قال رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي: وما يبث من دابة آيات وتصريف الرياح آيات بالخفض فيهما. وقرأ الباقون: بالرفع فيهما. قوله وما يبث من دابة آيات جاز الرفع فيها من وجهين: أحدهما العطف على موضع إن وما عملت فيه، فيحمل الرفع على الموضع فتقول: إن زيدا قائم وعمرا وعمر، فتعطف بعمر على زيد إذا نصبت، وإذا رفعت فعلى موضع إن مع زيد. نعم، موضع إن وما عملت فيه، العطف على المحل. نعم. إن أصلها قبل دخول الناصب عليها مرفوع. أحسن الله إليكم. والوجه الآخر أن يكون مستأنفا على معنى وفي خلقكم آيات، ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة. قال سيبويه: آيات رفع بالابتداء. ووجه قراءة حمزة والكسائي في قوله تعالى: وما يبث من دابة آيات. نعم، هذه الآية على قراءة حمزة والكسائي بالنصب آيات، فيها كلام كثير للعلماء، اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، لأنها فيها مسألة العطف على معمولي عاملين، العطف على معمولي عاملين. وحمزة والكسائي قرأوا آيات الثاني والثالثة، ليس كذلك؟ آيات لقوم يوقنون وآيات لقوم يعقلون. فهنا مسألة العطف على معمولي عاملين، هل يجوز أو لا يجوز؟ ممكن نكتب هذا مهم، العطف على معمولي عاملين على قراءة حمزة والكسائي. والتوجيه هنا لآيات الثانية، آيات لقوم يعقلون، والعطف في مثل هذه السورة له أحوال: العطف على معمولي عامل واحد من صوره، هو صور كثيرة، العطف على معمولي عامل واحد هذا عندهم يجوز، بل ادعي أنه مجمع على جوازه. تقول: إن زيدا جالس وعمرا قائم، العطف على معمولي عامل واحد، عطفت ماذا على ماذا؟ عمر على زيد، هذا المعمول الأول، وقائم على جالس، والعامل واحد وهو إن، العطف على معمولي عامل واحد، إن زيدا جالس وعمرا قائم، عطفت هنا العطف عمرا على زيد، هذا المعمول الأول، جالس أو قائم على جالس المعمول الثاني، والعامل واحد. هنا في الموطن الثالث، أولا آيات التي قرأها الكسائي وحمزة الثانية هذه ليست إلا من باب العطف على معمولي عامل واحد، لكن الكلام في الثالثة تصريف الرياح آيات عطف على معمولي عاملين. ننظر في الآية الأولى التي هي المعطوف عليها: إن في السماوات والأرض لآيات وتصريف الرياح آيات. نأخذ الجملتين: إن في السماوات لآيات وتصريف الرياح آيات، قلنا العطف على معمولي عاملين، أين العطف هنا؟ العطف أين هو؟ وتصريف الرياح. المعمول الأول عطف التصريف على السماوات. نعم، في السماوات وفي تصريف. نعم، هذا المعمول الأول. آيات عطفتها على لآيات. إذن معمولي عاملين، أين العاملان هنا؟ العامل في السماوات في،
والعامل الثاني في لآيات إن. واضحة يا شيخ؟ هذه دقيقة جدا. العطف على معمولي عاملين، عطف التصريف على السماوات، وآيات على آيات الأولى، والعاملان إن، لأنها نصبت الآيات، لأن اسم إن مؤخر، والسماوات العامل فيها في، فهما مع العطف على معمولي عاملين. وهذه المسألة فيها أقوال، أربعة أقوال. القول الأول قول سيبويه وجمهور البصريين أنها ما يجوز، أنها ممتنعة. القول الثاني القول بالجواز مطلقا، واحتجوا بهذه الآية: الأخفش والفارسي ممن يقول بالجواز مطلقا. القول الثالث القول بالتفصيل: إن تقدم الجار أو تأخر في السماوات في هنا، فعندهم كلام في تقدمه وتأخره. والصور كثيرة لكن التي يعين هنا حتى نضبط المسألة هنا. طيب، الذين منعوا، أما الذين أجازوا واضحة، عطف على معمولي عاملين، تصريف على السماوات، وآيات على آيات. إن في السماوات لآيات وتصريف الرياح آيات، واضحة؟ مثل إن زيدا جالس وعمرا قائم، لكن في المثال الذي ذكرته معمول واحد، إن في الدار زيدا والحجرة عمرا، إن في، حتى يكون هناك، حتى يوجد عاملان. استدل بقراءة حمزة والكسائي على هذا، على هذه المسألة، وهذا يخالف قول سيبوي وجمهور البصريين. الذين قالوا بالمنع كيف يتصرفون مع هذه الآية؟ لذلك إذا جئتم في الإعراب عند هذه الآية مباشرة يقولون فيها دليل لقول من يجوز العطف على معمولي عاملين، أما إذا كان العامل واحد جائز. إن زيدا جالس وعمرا قائم، هذا جائز، عامل واحد اللي هو إن، لكن هنا فيه عاملان إن وفي. الذين قالوا بالمنع سيبويه يمنع هذه الصورة، لهم فيها أجوبة، ذكروا ما يقرب من خمسة أجوبة. منها أن في مقدرة، إن وفي مقدرة. ما معنى مقدرة؟ يقولون تصريف وفي تصريف الرياح، وفي تصريف الرياح، فتكون خارج عن صورة العطف على معمول عاملي. ومنهم من يقول آيات ليست معطوفة الثالثة، وإنما هي توكيد للأولى، آيات آيات. ومنهم من يقدر إن وفي، وإذا قدر إن وفي يصبح في عطف ولا ما في عطف؟ ما في عطف. إن في السماوات لآيات التقدير، وإن في تصريف الرياح آيات، تصبح جملتان لم يعط، لم يكن هناك عطف على معمولي عاملين. ومنهم من لحن القراءة، هذا طبعا تقدم نظيره كثيرا. والأولى أن يقال بأن هذا وجه جائز. هناك من يفصل في الجواز، وهناك من يقول جائز مطلقا، سواء تقدم حرف الجر أو تأخر، إلى تفصيل لبعض النحاة. إذن الكلام في آيات الثالثة التي هي موطن استشهادهم بجواز العطف على معمول عاملين أو على منعه. الذين يجوزون حجتهم الآية، وسيبويه ماذا يفعل بالآية؟ يخرجها تخريجا آخر، إما يقدر في وفي تصريف الرياح تصبح ليست من العطف على الآية السابقة، ومنهم من يقول آيات توكيد للأولى،
ومن يقدر إن وفي. ويقول حرف الجر يجوز حذفه إذا علم، مثل ما مر معنا تساءلنا به والأرحام، قالوا هنا حرف عطف محذوف للعلم به وحذف اختصارا. نعم، هذا باختصار شديد هذه، وعنوانها العطف على معمولي عاملين، يجوز أو لا يجوز، الخلاف المعروف الذي فيه أكثر من قول، منهم من منع مطلقا كسيبويه، ومنهم من أجاز مطلقا وحجته الآية، القراءة قراءة حمزة والكسائي كالفارسي والأخفش، ومنهم من فصل في المسألة. نعم، المانعون لهم عدة أجوبة كما تقدم ذكرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ووجه قراءة حمزة والكسائي في قوله تعالى: وما يبث من دابة آيات وتصريف الرياح آيات، فعلى أنه لم يحمل على موضع إن كما حمل الرفع في الموضعين، ولكن حمل على لفظ إن دون موضعها، فحمل آيات في الموضعين على نصب إن في قوله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وإنما كسرت التاء لأنها غير أصلية. فإن سأل سائل فقال: كيف جاز أن يعطف بحرف واحد على عامل حرف واحد اللي هو الواو؟ نعم، أحسن الله عليكم شيخنا، حرف واحد الواو وتصريف الواو. نعم. وما يبث وتصريف. قال: على عاملين مختلفين، إن في قوله إن في السماوات، والعامل الثاني قوله: وفي خلقكم وما يبث من دابة، ثم قال: واختلاف الليل، فعطف بالواو على عاملين وسيبويه لا يجيزه. قيل: يجوز أن تقدر فيه في قوله تعالى: واختلاف هذا الليل القول والنهار. هذا الآن العطف على معمول عاملين، يجوز أن تقدر في قولي واختلاف الليل والنهار وتصريف كذلك، فإن من نفس السياق. هذا الوجه الأول. قالوا إن في قراءة ابن مسعود الفاء في، وهذا وجه الجواب عن القول بأن السيبويه يمنعه. طب إذا كان يمنعه والآية تدل بظاهرها عليه، لابد من تخريج تقدير في. هذا من أحد الأوجه التي أجابوا بها عن الآية، أجاب المانعون بتقدير في. نعم، أحسن الله إليكم. قيل: يجوز أن تقدر في قوله تعالى: واختلاف الليل والنهار، وإن كانت محذوفة في اللفظ، وإنما لم يذكر لأن ذكره قد تقدم في موضعين، في قوله: إن في السماوات وفي خلقكم، فلما تقدم ذكره في هذين لم يذكره. وعلى مذهب الأخفش يجوز أن يعطف على عاملين لقوله تعالى: واختلاف الليل، عطف على قوله: وفي خلقكم، وعلى قوله: إن في السماوات. قال: ومثله في الكلام: إن في الدار زيدا، والحجرة عمرا، فقد عطف على عاملين مختلفين. نعم، الحجرة عطف على الدار، وعمرا على زيد، وهناك عاملان: إن التي نصبت زيدا، وفي التي جرت الدار. هنا نقيس على الآية: إن في السماوات والأرض لآيات وتصريف الرياح آيات. فتصريف على السماوات المحفوظة بالعامل في، وآيات معطوفة على الآيات الأولى المنصوبة بالعامل إن. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال رحمه الله: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص: وآياته يؤمنون بالياء، وقرأ الباقون بالتاء. وحجة الياء قوله تعالى قبلها: لآيات للمؤمنين. وابن هشام في مغني اللبيب تعرض لهذه الآية وهذه المسألة مع نظائرها، وفصل فيها الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أبو عبيدة: مع هذا قد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فكيف يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون بالتاء، أي تؤمن أنت وهم، بل إنما قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن هؤلاء المشركون. وشاهدها قوله تعالى في المرسلات: فبأي حديث بعده يؤمنون، لم يختلف فيه بأنه بالياء، فهذه مثلها. وحجة التاء. نعم، هنا يولد إشكالا على قراءة ماذا؟
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يا محمد صلى الله عليه وسلم. فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون؟ هل يكون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا سيأتي توجيه قراءة التاء. نعم، التي استشكلها أبو عبيدة فجعل القراءة بالياء. نعم، أولى. أحسن الله إليهم. قال: وحجة التاء هي أن الكلام جرى عقيب الخطاب في قوله تعالى: وفي خلقكم وما يبث من دابة. فالمعنى: فبأي حديث أيها المشركون بعد كتاب الله تؤمنون؟ ويجوز أن يكون تمام. نعم، إذن الخطاب للمشركين: تلك آيات الله نتلو عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون أيها المشركون، وليس للنبي عليه الصلاة والسلام، وهما استشكله أبو عبيدة قبل. أحسن الله إليكم. ويجوز أن يكون تمام الخطاب عند قوله نتلوها عليك بالحق، ثم استأنف بالفاء على معنى قل لهم: فبأي حديث بعد ذلك تؤمنون؟ والوجهان محصلتهما واحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال تعالى: والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. قال رحمه الله: من رجز أليم، وقد ذكرت في سورة سبأ. قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قال رحمه الله: قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: لنجزي قوما بالنون على إخبار الله عن نفسه، أي نحن نجزي. وحجتهم قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا. وقرأ الباقون: ليجزي بالياء، أي ليجزي الله. وحجتهم أن ذكر الله قد تقدم في قوله تعالى: لا يرجون أيام الله، فيكون فاعل يجزي. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. قال رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي وحفص: سواء محياهم بالنصب، جعلوه المفعول الثاني من نجعلهم، الهاء والميم المفعول. وإن جعلت كالذين آمنوا المفعول الثاني نصبت سواء على الحال، وترفع محياهم بمعنى استوى محياهم ومماتهم. والمعنى: أحسب أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم، أي أن يعطوا في الآخرة كما أعطوا في الدنيا. وقرأ الباقون: سواء بالرفع، جعلوه مبتدأ وما بعده خبرا عنه. نعم، هذه الآية مثل قول الله عز وجل: سواء العاكف فيه والباد، مثلها بالضبط. سواء إما تكون مفعول به ثاني لجعلنا في آية هنا وفي آية الحج، أو سواء إما مبتدأ أو خبر على التوجيه المذكور هنالك، هذه مثلها تماما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقرأ الباقون: وسواء بالرفع، جعلوه مبتدأ وما بعده خبرا عنه. قال مجاهد: قوله سواء محياهم ومماتهم، أي يموت والمؤمن على إيمانه ويبعث عليه، ويموت الكافر على كفره ويبعث عليه، وهذا التفسير يدل على هذه القراءة. قال الله تعالى: وجعل على بصره غشاوة. قرأ حمزة، قال رحمه الله: قرأ حمزة والكسائي غشوة بفتح الغين، وقرأ الباقون غشاوة. وحجتهم قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. قال الفراء: كأن غشاوة اسم، وغشوة شيء يغش البصر في مرة واحدة وفي وقعة واحدة، مثل الرمية والوقعة. قال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها. قال رحمه الله: قرأ حمزة: والساعة لا ريب فيها بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع. ورفعها من وجهين: أحدهما أن تعطفه من الأول، فتعطف جملة على جملة على معنى وقيل الساعة لا ريب فيها. والوجه الآخر أن يكون المعطوف محمودا على موضع إن وما عملت فيه، وموضعها رفع. يعني عطف على المحل على قراءة الرفع، لأن إن وعد الله قبل دخول الناصب مرفوع، عطف على المحل. أحسن الله إليكم. وحجتهم إجماع الجميع على قوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن نصب حمله على لفظ الوعد،
المعنى إذا قيل إن وعد الله حق وإن الساعة مثل إن زيدا منطلق وعمرا قائم. قال تعالى فاليوم لا يخرجون. حمله على لفظ الوعد يعني عطف عطف عليه الساعة ليس كذلك؟ نعم معطوف على إن وعد. من رفع عطف على المحل ومن نصب عطف على اللفظ, على اللفظ. إن وعد والساعة. نعم أحسن الله إليكم. قال تعالى فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. قال رحمه الله قرأ حمزة والكسائي فاليوم لا يخرجون, لا يخرجون منها بالفتح, جعل الفعل لهم. وقرأ الباقون لا يخرجون بالرفع, وحجتهم قوله تعالى ربنا أخرجنا منها, ويقوي الرفع قوله ولا هم يستعتبون. فكذلك ما تقدم هذا ليكون الكلام على نظام أو على نظم واحد. سورة الأحقاف. قال تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا. قال رحمه الله قرأ نافع وابن عامر لتنذر الذين ظلموا بالتاء, أي لتنذر أنت يا محمد. وحجتهما قوله تعالى وأنذر الناس, وقال إنما أنت منذر, وقال قل إنما أنذركم بالوحي. فجعل الفعل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, فكذلك في قوله لتنذر. وقرأ الباقون لينذر بالياء, المعنى لينذر القرآن أو لينذر الله. وحجتهم قوله تعالى لينذر بأسا شديدا. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا, حملته أمه كرها ووضعته كرها. قال رحمه الله قرأ عاصم وحمزة والكسائي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا بالألف مصدرا من أحسن يحسن إحسانا, لأن معنى وصينا الإنسان بوالديه أي أمرناه بأن يحسن إليهما إحسانا, أي ليأتي الإحسان إليهما دون الإساءة. وحجتهم إجماع الجميع على قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. وقرأ الباقون حسنا مصدر من حسنا يحسن حسنا, وحجتهم قوله في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. قالوا فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو حملته أمه كرها ووضعته كرها بفتح الكاف فيهما, وقرأ الباقون بالرفع فيهما. قال الزجاج الكره بالرفع المشقة, فتقول فعلت ذلك على كره أي مشقة. والكره من الإكراه, وهو ما أكرهت عليه صاحبك. فالكره فعل الإنسان والكره ما أكره عليه صاحبه. وقال قوم هما لغتان مثل القرح والقرح. وقال قوم الكره المصدر, تقول كره زيد كرها, والكره الاسم. قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. قال رحمه الله قرأ حمزة والكسائي وحفص أولئك الذين نتقبل عنهم بالنون أحسن ما عملوا بالنصب, ونتجاوز بالنون أي نحن نتقبل عنهم ونتجاوز. وحجتهم أن الكلام أتى عقيب قوله تعالى ووصينا الإنسان فأجرى ما بعده بلفظه إذ كان في سياقه, ليأتلف الكلام على نظم واحد أو على نظام واحد. قال رحمه الله وقرأ الباقون يتقبل عنهم بالياء أحسن رفع على ما لم يسمى فاعله, ويتجاوز بالياء. وحجتهم قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض, ولن تقبل توبتهم, وما تقبل منهم. فأجرى هذا مجرى نظائره ليأتلف الكلام على نظم واحد. قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. قال رحمه الله قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وليوفيهم أعمالهم بالياء, وقرأ الباقون بالنون. حجة من قرأ بالياء فإنه رد الفعل إلى الله تعالى في قوله يتقبل ويتجاوز, بمعنى يتقبل الله ويتجاوز وليوفيهم الله إذ كان في سياقه ليأتلف الكلام.
ومن قرأ بالنون قال لأنه أتى عقيب قوله تعالى نتقبل ونتجاوز، فكذلك ولنوفيهم إذ كان في سياقه. ومن جمع بين الياء والنون فحجته قوله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر على ما لم يسمى فاعله. ثم قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم. قال رحمه الله قرأ ابن كثير أذهبتم بهمزة واحدة مطولة، وقرأ ابن عامر أذهبتم بهمزتين، الأولى ألف التوبيخ بلفظ الاستفهام، والثانية ألف قطع، والمعنى والله أعلم أذهبتم طيباتكم وتلتمسون الفرج هذا غير كائن. وقرأ الباقون أذهبتم على لفظ الخبر أو المعنى ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم أذهبتم طيباتكم. قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال رحمه الله قرأ عاصم وحمزة فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم مضمومة الياء والنون على ما لم يسمى فاعله، المعنى لا يرى إلا مساكنهم لأنهم قد أهلكوا. وقرأ الباقون لا ترى إلا مساكنهم على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا ترى شيئا إلا مساكنهم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. قال رحمه الله قرأ أبو عمرو وحفص والذين قتلوا في سبيل الله بضم القاف على ما لم يسمى فاعله، وحجتهما أن هذه الآية مخصوص بها الشهداء المقتولون في سبيل الله الذين قال الله جل وعز فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وقوله سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح شأنهم في الآخرة ويدخلهم الجنة. وقرأ الباقون قاتلوا وحجتهم أن قاتلوا أعم ثوابا وأبلغ للممدوح في المجاهدين في سبيل الله، لأنه إذا فعل ذلك بالمقاتل في سبيله وإن لم يقتل ولم يقتل كان أعم من أن يكون ذلك الوعد منه لمن قتل، يعني الوعد للذين قاتلوا وإن لم يقتلوا، الوعد على قراءة قاتلوا وإن لم يقتلوا، لكن لو في القراءة الأولى قتلوا يكون الوعد الحسن الذي وعدهم الله به في الآية يكون مخصوصا به الذين استشهدوا، لكن هنا قاتلوا أعم في الثواب فيشمل هذا الوعد من قاتل وإن لم يقتل. نعم، يكون ذلك الوعد منه لمن قتل دون من قاتل. وحجة أخرى أن الله جل وعز أخبر أنه يهديهم ويصلح بالهم بعدما أخبرنا عنهم بالقتال في سبيله، فلو كان المراد من الكلام القتل لم يكن في ظاهر قوله سيهديهم ويصلح بالهم كبير معنى لأنهم قتلوا، بل إنما يدل الظاهر على أنه وعدهم الهداية والإصلاح وإصلاح البال جزاء لهم في الدنيا على قتالهم أعداءه وأن يدخلهم في الآخرة الجنة، وهذا أوضح الوجهين. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. قرأ ابن كثير من ماء غير آس مقصورا على وزن فعل. قال أبو زيد تقول أسن الماء يأسن أسنا فهو أسن، كقولك هرم الرجل فهو هرم وعرج فهو عرج ومرض فهو مرض. نعم، فهو هرم فهو عرج فهو مرض، أحسن الله إليك. وكذلك أسن فهو أسن فهو أسن إذا تغيرت رائحته، فأعلم الله أن أنهار الجنة لا تتغير رائحة مائها. وقرأ الباقون من ماء غير آس بالمد على فاعل، فالهمزة الأولى فاء الفعل والألف بعدها مزيدة، فالمد من أجل ذلك. تقول أسن الماء يأسن فهو آسن مثل أجن الماء يأجن ويأجن
إذا تغير وهو آج، وذهب فهو ذاهب، وضرب فهو ضارب. قال الأخفش: أسن لغة، وفاعل إنما هو للحال التي تكون عليها. فأما من قال غير آس على فاعل فإنما يريد ذلك لا يصير، فإنما يزيد ذلك لا يصير إليه فيما يريد ذلك يريد أحسن عليه لا يصير إليه فيما يستقبل. قال تعالى: الشيطان سول لهم وأملى لهم. أو يزيد، فإنما يزيد ذلك لا يصير إليه فيما يستقبل، يعني غير آسن في الحال وفيما يستقبل، يعني محتملة. أحسن الله إليكم. قال تعالى: الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال رحمه الله: قرأ أبو عمرو: وأملي لهم بضم الألف وكسر اللام وفتح الياء على ما لم يسمى فاعله. قال أبو عمرو: إن الشيطان لا يملي لأحد، وحجته قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم. فكأن أبا عمرو لما كان القارئ إذا قرأ وأملى بالفتح جاز أن يقع في الوهم أن الإملاء مسند إلى الشيطان، لأن ذكره قد تقدم الفعل، ولم يجري لله قبل الفعل ذكر، فقرأ وأملي ليزيل التوهم. إن الإملاء إلى الله لا إلى الشيطان، كما قال جل وعز: فأمليت للكافرين. وأصل الإملاء الإطالة في العمر، هنا معناه الإمهال، إمهال. لذلك يستحب بعضهم على قراءة وأملي لهم الوقف: الشيطان سول لهم وأملي لهم، يقف على سول لهم على قراءة الضم وأملي لهم. نعم، أحسن الله إليكم. وأصل الإملاء الإطالة في العمر، يقال: تملى فلان منزله إذا طالت إقامته فيه. وقرأ الباقون: أملى لهم بفتح الألف، أي زين لهم الشيطان كذا، زين لهم الشيطان كذا. قال النخعي، وقال آخرون: أملى الله لهم، فالفعل مسند، يعني أملى لهم التزيين. النخعي هنا ينسب الإملاء إلى الشيطان، ويكون بمعنى التزيين، ما التزيين، يعني زين لهم أن العقوبة لم تعاجلهم، وزين لهم لما رأوا الإمهال من الله غرهم ذلك الشيطان بذلك الأمر، وزين لهم هذا التمادي في الباطل. نعم، أحسن الله إليكم. وقال آخرون: أملى الله لهم، فالفعل مسند إلى الله، وإن لم يجري له ذكر. وحجتهم في هذا قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. هذه الهاء، أعني تسبحوه، عائدة على الله، وقوله تعزروه وتوقروه عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا جرى ذكر الله عز وجل، إذا قلنا تسبحوه، الفعل مسند إلى الله، وإن لم يجري له ذكر. حجتهم في هذا قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحه. طيب، جرى ذكر الله لفظ الجلالة في قوله: لتؤمنوا بالله. يعني المثال هنا غير متطابق لما ذكره المؤلف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعزروه وتوقروه عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك قوله: الشيطان سول لهم وأملى لهم، التسويل راجع إلى الشيطان، والإملاء إلى الله. هذا من هذه الحيثية. نعم، أن سول وأملى مثل عزر ووقر وسبح، نعيد كل فعل إلى ما فاعل إلى فاعله الذي يتصف به. فهناك خالفنا بين الضمائر: تعزروا وتوقروا وتسبحوه، لوجود الدليل. فالتعزير والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام، والتسبيح لله. وهنا سول لهم الشيطان وأملى لهم الله عز وجل، وإن لم يجري له ذكر. مع أن من العلماء من قال: تعزروه وتوقروا وتسبحوا، كلها تعود إلى الله تعالى من باب اتحاد الضمائر: تعزر الله دينه، وتوقروه تعظموه، تعظموا دينه،
وتسبحون، هذه مجمع عليها. فمن هذه الناحية نعم قد يكون المثال فيه يعني قرب من الآية. ولو قلنا أملى لهم الشيطان على قول من يجعل التسويل للشيطان والإملاء لله، فيكون إملاؤه لهم من جنس تزيينه، من جنس تزيينه لهم لما رأوا عدم المعاجلة بالعقوبة، أو يغرهم بطول الأمل، وهذا إملاء. أملى لهم غرهم بطول الأمل، ليس كذلك؟ وهذا مما من طرق الشيطان في إغواء الناس، أنه يسوف لهم التوبة، يملي لهم، يملي لهم فلا يبادرون بالتوبة وإنما يؤخرونها. فهذا أيضا مما يمكن أن يضاف إلى الشيطان. نعم أحسن الله إليكم. قال تعالى: والله يعلم إسرارهم. قال رحمه الله تعالى: قرأ حمزة والكسائي وحفص والله يعلم إسرارهم بكسر الألف، وقرأ الباقون أسرارهم بالفتح، جمع سر وأسرار، مثل حمل وأحمال، فكأنهم جمعوا للاختلاف في ضروب السر، وجميع الأجناس يحسن جمعها مع الاختلاف. وجاء سر في قوله يعلم سرهم على ما عليه جميع المصادر، فأفرده مرة، يعني المصدر يغني عن الجمع، يكون المصدر يدل على الواحد والجماعة، وربما يكون مجموعا للاختلاف، لاختلاف الأجناس. نعم الاختلاف في ضروب السر، مع أنه لو قال يعلم سرهم لتناول الواحد والكثير كما هو الحال مع المصدر. نعم أحسن الله إليكم. قال: وجميع الأجناس يحسن جمعها مع الاختلاف. وجاء سر في قوله يعلم سرهم على ما عليه جميع المصادر، فأفرد مرة وجمع أخرى، وقد جمع في غير هذا، وقد جمع في غير هذا وأفرد، كقوله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فالغيب الذي يؤمنون به ضروب البعث والنشور وإتيان الساعة، فأوقع على هذه الأشياء وغيرها، وجمع أيضا في قوله علام الغيوب، فكذلك السر أفرد في موضع وجمع في آخر. وقد قيل إنه جمع فأخرج الأسرار بعددهم، كما قال بعدها: والله يعلم أعمالكم، فجمع الأعمال لإضافته إياها إلى جمع. ومن قرأ إسرارهم. نعم. وأيضا يمكن إذا استحضرنا ما يذكره المؤلف من قواعد التوجيه لاتحاد النظم، كما جمع في أعمالكم جمع في والله يعلم أسراره إسراره. نعم أحسن الله إليك. أو هذا ممكن يكون كما جمع، هو يوجه قراءة أسرارهم، كما جمع في أعمالكم جمع في أسرارهم، ليتحد ختام الآيتين. هذا تقدم نظائره فيما يذكر المؤلف، أنه كما جمع هنا جمع هنا. نعم أحسن الله إليكم. نعم. قال: ومن قرأ إسرارهم فهو مصدر أسررت إسرارا، وحجتهم قوله ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم، فكما أفرد السر لم يجمع ولم يجمع فكذلك قال إسرارهم. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال رحمه الله: قرأ أبو بكر: ولا يبلونكم حتى يعلم المجاهدين ويبلو أخباركم، بالياء إخبارا عن الله أي ليبلوكم الله. وحجته ما تقدم من ذكر الله، وهو قوله والله يعلم أعمالكم. وقرأ الباقون: ولنبلونكم حتى نعلم، ونبلو كله بالنون، الله يخبر عن نفسه. وحجتهم أن قبله ولو نشاء لأريناكهم، فأخبر عن نفسه بلفظ الجامع. قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. قال رحمه الله: قرأ أبو بكر وحمزة: وتدعوا إلى السلم بكسر السين، وقرأ الباقون بالفتح. السلم بالكسر الإسلام، كقوله وإن جنحوا للسلم أي الإسلام، وبالفتح الصلح، كذا قال أبو عمرو، وقال آخرون هما لغتان الفتح والكسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.